نفذ عدد من المواطنين زيارة عيدية للمرابطين في جبهة نهم تعبيرا عن امتنانهم بالدور البطولي الذي يبذله الجيش واللجان الشعبية في دحر متخزقة العدوان السعودي والتصدي لهجماتهم. العيد في جبهات القتال له مذاق آخر، فعيد المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم يكتسي حلة من الفخر والاعتزاز برجال تخلوا عن كل شيء باستثناء الوطن وكرامة شعبه. وينظم عدد من المواطنين بين الفينة والأخرى زيارات عيدية لمعايدة أسود الجيش واللجان في هذه الجبهة، والذين ضحوا براحتهم الشخصية إلى جانب أسرهم في العيد لينعم بقية أبناء الشعب بعيد أضحى مبارك وآمن وسعيد. أتينا هنا من محافظة إب الخضراء لزيارة جبهات العز والبطولة والفداء والشرف الذين يتصدون للعدوان قوى الغزو والظلم والجبروت. جينا من مدينة تعز، وفد من مدينة تعز كنسيج يعني اجتماعي متناسق مترابط نزور جبهات المجاهدين في مواقعهم ونشاركهم فرحتهم، فرحة العيد. وصلنا في وفد اجتماعي متنوع الأضياف في زيارة نتشرف بها ويتشرف بها التاريخ مع رجال الرجال في فرتنا التي هي فرض واجب على كل يمني أن يمتها ويدعمها حماية للمدن والمستضعفين. معنويات رجال الرجال مرتفعة بشكل كبير، ويذودون بكل قوة وبأس عن حياض الوطن، متحدين لمختلف الأسلحة المتطورة التي يملكها الأعداء، ومتسلحون بالإيمان والعزيمة، ويحققون العديد من الانتصارات في مختلف جبهات القتال. نحن الآن في الخط الأمامي، الخط الأمامي للمجاهدين في الجبهات في جبهة نهم. نلاحظ مشاهدينا الكرام، أتمنى من الزميل حمير القدمي أن يكون معي، نلاحظ المجاهدين وهم يرابطون في هذا المكان. أيضا نلاحظ الأماكن التي يسيطر عليها المرتزقة والمنتفعين. الآن يبعدون عنا لمسافة تزيد عن 500 متر، إلا أن أبطال الجيش والجيش الشعبية يسطرون أروع الملاحم في سبيل التصدي لهذه الشرذمة الخارجة عن النظام وعن القانون. إحنا معيدين في جبهات الإباء لكي يعيدوا المواطن اليمني في داخل صنعاء ويحظى بالأمن والاستقرار، ونحن ثابتين هنا ولن ندع لأي عدو ولا أي مرتزق أن يتقدم شبرا، وسوف نقول لهم بالمرصاد وأعيادنا جبهاتنا. نحن هنا أبناء الجيش واللجان الشعبية في ميادين الشرف البطولة نمضي أيام عيد الأضحى وأيام التشريق ولا نهاب العدو. نحن نقول من هذا المنبر أننا سوف نظل نقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا. الزيارة العيدية التي نظمها عدد من المواطنين في الخطوط الأمامية لجبهة نهم كان لها الأثر البالغ في نفوس أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين آثروا بكل شيء في سبيل الوطن وكرامة أبناء الشعب اليمني. الشموخ والإباء هما سيدا الموقف لدى المرابطين في جبهات القتال من الجيش واللجان الشعبية في رسالة واضحة للأعداء بأنهم صامدون حتى دحر الغزاة والمرتزقة من جميع الأراضي اليمنية. من أمام جبل الشبكة بفرضة نهم، يحيى الحبابي، اليمن اليوم.